هنأت منظمة الصحة العالمية مصر على حصولها على المستوى الذهبي على مسار القضاء على التهاب فيروس سي، وأوضحت أن بلوغ المستوى الذهبي يعني أن مصر قد أوفت بالمتطلبات التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات إلى المستويات التي تؤهلها للقضاء على المرض. وأشارت إلى أنه وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية يمكن للدول أن تتقدم بطلب للحصول على التحقق من بلوغ المستويات الذهبية أو الفضية أو البرونزية على مسار القضاء على المرض، موضحة أن مصر هي أول دولة في العالم تتقدم بطلب للتحقق وتحصل على المستوى الذهبي.